يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البلاد يوجد بها مبان مكونة من عدة أدوار ويسكنها الناس، فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل، فما حكم الصلاة في مثل هذا؟ يقول في بعض البلاد يوجد مبان مكونة من عدة أدوار يسكنها الناس، فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل، فما حكم الصلاة في مثل هذا المكان؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالصلاة إذا هي دور من الأدوار يصلى فيه، يصلي فيها أهل العمارة يجتمعون فيه، هذا عمل طيب، فإن كان فوقهم سكان وتحتهم سكان لا بأس بذلك. نعم.